السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد أشرف من لجنة البايو، والنهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الثاني من الكربوهيدرات ميتابوليزم. طيب، مواضيعنا النهاردة هنتكلم عن الجلوكونيوجينيسيس، ازاي بنصنع جلوكوز، الجلايكوجين ميتابوليزم سواء تصنيع أو تكسير، بعد كده حاجة صغيرة خالص اللي هي الايه؟ الجلايكوجين ستورج ديزيزز. قبل ما نبدأ احنا هنخلص إن شاء الله، هنمشي بسرعة عشان ايه؟ أنا عارف إن أنتم مزنوقين في الوقت، فإن شاء الله ربنا يفتح عليا واخلص بسرعه، وان شاء الله محدش يطلع مش فاهم حاجه. طيب، قبل ما نبدا ندعي بس للمرضى المسلمين اجمعين وجميع موتانا. ما تنسوش يا جماعه الموتى من الدعاء، والله الواحد يعني دايما كده افتكر ان الناس اللي ربنا توفاهم، لان الناس دي خلاص عملها انقطع، عملها الوحيد، الحاجه الوحيده اللي ممكن تزودها ان حد يدعي لها، ان هي تكون اتعملت صدقه جاريه. فدايما دايما نفتكر موتانا من الدعاء، ربنا يرحم موتانا وموت المسلمين اجمعين. طيب، نبدا بالايه؟ نبدا بالجلوكونيو جينيسيس. الجلوكونيو جينيسيس هنتكلم فيها عن الديفينيشن، هنتكلم فيها عن السورسز، هنتكلم فيها عن الخطوات، ازاي هنعكس القصه اللي هنقولها. هنحكي قصه جميله جدا. الجلوكونيوجينيسيس اصلا بيحصل فين في الجسم؟ اهميه الجلوكونيوجينيسيس ايه؟ الانزيمات اللي هنحتاجها في الجلوكونيوجينيسيس، ازاي هنظبط الجلوكونيوجينيسيس، نزوده امتى، نقلله امتى، واخيرا الكوري سايكل والانالين سايكل. هم مش تبع الجلوكونيوجينيسيس قوي، بس ما هماش تبع الجلايكوجين قوي، فاي حاجه بين الاثنين كده، فحطيناها في الاخر قبل الجلايكوجين بعد الجلوكونيوجينيسيس. طيب، نبدا. ما هو الجلوكونيوجينيسيس اللي انا قلتها بتاع 20 مره لحد دلوقتي دي؟ دي بمنتهى البساطة، تعال نبص على الكلمة كده قبل ما نبص على التعريف. جلوكو يعني جلوكوز، نيو يعني جديد، جينيسيس يعني تصنيع، فاحنا هنصنع جلوكوز جديد. هنصنع ايه؟ هنصنع جلوكوز جديد، يبقى it is the formation of glucose او glycogen from non-carbohydrate sources، حاجة ايه؟ مش كربوهيدرات. دي كلمة مهمة جدا، ان احنا ما بنجيبش من حاجة كربوهيدرات، لان احنا بنجيب من حاجة كربوهيدرات زي الجلايكوجين، فاحنا كده بنتكلم في ايه؟ في جلايكوجينوليسيس. تمام. جلوكونيوجينيسيس بنقول ان هو يعتبر عكس الجلايكوليسيس. بيعتبر ايه؟ عكس الجلايكوليسيس، يبقى لازم نكون عارفين الجلايكوليسيس. طيب، هنقول الجلايكوليسيس سريعا كده، نبذه سريعه. احنا الستبس بتاعت الجلايكوليسيس ناخد منها ثلاثه ستبس. ليه؟ عشان كل الستبس في الجلايكوليسيس لو انت فاكر كان ريفرسبل، يعني تقدر تطلع وتنزل. يعني عندك مثلا هنا بين الفركتوز 1.6 بيسفوسفيت، في بيدي جليسرالدهايد 3 فوسفيت، وده هيدروكسي اسيتين فوسفيت، صح؟ الستيب دي ريفرسبل، يعني ممكن تطلع كده وممكن تنزل، مفيش مشكله، رايحه جايه. هتلاقي السهم حتى مرسوم كده رايح وجاي، مفيش مشكله. انما في ثلاثه ستيبس مهمين جدا، هم ايه؟ الريفرسبل، يعني ماشيه في اتجاه واحد بس، دول اللي احنا هنحتاج ايه؟ نعكسهم. انما الستيب اللي هي اوريدي ريفرسبل، خلاص احنا هنمشي في الطريق ده، ايه؟ هو رايح جاي مش مشكله. انما الطريق اللي رايح بس محتاجين نعمل طريق جديد، ايه؟ راجع. تمام. طيب، اهم هنسيبك دلوقتي من الجلوكونيجينس، نقول الجلايكوليس. الجلايكوليس الطرق اللي ايه؟ اللي رايحه بس، واحنا محتاجين نعمل جديد راجع. اول طريق عندنا طريق الهيكسوكاينيز او الجلوكوكاينيز، اللي بيعمل ايه؟ بيجيب الجلوكوز يحوله الجلوكوز 6 فوسفيت، يبقى احنا هنحتاج نعمل طريق جديد يرجعنا من جلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز. طيب، ثاني طريق عندنا كده الريفرسبل، من فركتوز 6 فوسفيت الى فركتوز 1.6 بيس فوسفيت، بايه؟ فوسفو فروكتوكاينيز واحد، يبقى احنا هنحتاج نعمل طريق ايه؟ معاكس. تمام. ثالث طريق الريفرسبل هو الفوسفوينول بايروفيت، بنحوله البايروفيت لبايروفيت كاينيز، برضه هنحتاج نعمل ايه؟ طريق معاكس، بس هنا هنحتاج انزيمين كمان، لان الخطوه دي كبيره شويه. تمام. طيب، السورسز اللي احنا هنعمل بيها جلوكونوجينيس، احنا قلنا ان هي ايه؟ نون كربوهيدرات سورسز، نون كربوهيدرات. تمام. اول سورس واهم سورس عندنا هو الايه؟ البروتين. بروتين هي الموست امبورتنت سورس اوف بروتين. قال لك 58% اوف بروتينز ار كونفرتبل تو جلوكوز، يعني كل 100 جرام بروتين بيديك تقريبا 58 جرام جلوكوز. تمام. هو معلومات نظري بس كده نقولها، بعد كده نخش في الايه؟ في الكلام، القصه الجميله بتاعتي. طيب، من الفاتس عندنا الجليسرول اللي هو الايه؟ تقدر تقول الزيت، الجليسرول. تمام. والاود تشين فاتي اسيدز، خلي بالك ان هي اود مش ايه؟ مش ايفن، اود تشين فاتي اسيدز، بس دي بتبقى رير، حتى مش هنتكلم عليها خالص يعني. واخر حاجه عندنا اللاكتيت اللي بنجيبه سواء من ار بي سيز او ماسلز ديورنج اكسرسايز. تمام. يبقى احنا كده عندنا ثلاثه ستيبس محتاجين نعكسهم، دول مهمين جدا. الجلوكوكاينيز او الهيكسوكاينيز، الفوسفوفروكتوكاينيز واحد، البايروفيت كاينيز. طيب، نبدا من تحت بالبايروفيت كاينيز. انا قلت لك ان احنا هنحتاج انزيمين عشان نعدل، نحتاج ايه؟ انزيمين. يبقى هنبدا دلوقتي احنا نقول ايه؟
هنبدأ هنعمل ازاي جلوكوز من لاكتيد ومن بايروفيت، بعد كده هنقول هنعمله ازاي من جليسرول، بعد كده هنقول هنعمله ازاي من البروتينز. تمام تمام نبدأ من لاكتيد او البايروفيت، اي حاجة هتديني لاكتيد او بايروفيت اقدر بعد كده امشي بالتسلسل اللي احنا هنقوله ده عشان ندي ايه، عشان ندي جلوكوز. طيب اول حاجة خالص، انت عندك دلوقتي بايروفيت، البايروفيت ده جه من اي حتة كانت بقى، من رياكشن ثالث خالص ملوش اي علاقه بالكربون، ماليش دعوه، احنا دلوقتي وصل لنا بايروفيت في الايه، في السيتوبلازم بتاع الخليه. اي رياكشن بيحصل على البايروفيت محتاج يكون جوه الميتوكوندريا دي، حطها قاعده كده. حتى لو تفتكر في بعد ما تخلصنا الجلايكولوسيس قبل ما تخش في كريبس سايكل، محتاج تدخله جوه الميتوكوندريا ويشتغل عليه بايروفيت دي هيدروجينيز عشان يديك اسيتايل كو اي. يبقى اي رياكشن هيحصل على البايروفيت لازم يكون ايه، لازم يكون جوه الميتوكوندريا. تمام تمام طيب بعد ما بندخل بيروفيت الميتوكوندريا بنشغل عليه انزيم اسمه بيروفيت كاربوكسيليز. يعني ايه كاربوكسيليز؟ يعني بنحط له سي او 2. تمام، حتى هتلاقي سي او 2 حاطط لك سهم، مش مهم البيوتين والمنجنيز مش مهم، انا عايزك تعرف بس اسم ايه، اسم الانزيم، اهم حاجه اسم الانزيم. تمام تمام ونعرف ان احنا في الميتوكوندريا عشان بعد كده هنقول ان احنا بنبدا الرياكشن اصلا خالص، اي اول رياكشن فين؟ جوه الميتوكوندريا. جميل جدا. البيروفيت كاربوكسيليز هيحول البيروفيت الى مركب اسمه الاوكسالو اسيتيت، اكيد عدى عليك. تمام تمام اوكسالو اسيتيت بيتحول لماليت، بماليت دي هيدروجينيز. لو تفتكر في الماليت شاطل الرياكشن ده كان بيحصل ليه؟ كنا بنجيب الماليت بيبقى بره كده ياخد الناد اتش، او سوري كنا بنجيب اوكسالو اسيتيت ياخد الناد اتش يتحول لماليت، والماليت يخش جوه والماليت يتحول لاوكسالو اسيتيت ويطلع لنا الايه، الناد اتش تاني. تمام، انا مش هو مش موضوعنا دلوقتي بس انا بفكرك بالماليت شاطل يعني. تمام تمام الرياكشن ده هو موجود اللي هو ايه، اوكسالو اسيتيت الى ماليت بالانزيم اللي هو ماليت ده هيدروجينيز، ده ريفرسبل رياكشن رايح جاي سواء من ماليت لاوكسالو اسيتيت او من اوكسالو اسيتيت لماليت، هو نفس الانزيم. تمام تمام يبقى نرجع تاني، احنا جبنا بايروفيت دخلناه جوه الميتوكوندريا شغلنا عليه بايروفيت كاربوكسيليز حولناه الى ايه، اوكسالو اسيتيت. اوكسالو اسيتيت وماليت قصتهم مع بعض ما لناش دعوه بيها، المهم اوكسالو اسيتيت بيتحول لماليت، ماليت اوكسالو اسيتيت بره. بنرجع فين؟ بنرجع بره الميتوكوندريا تاني ونرجع للسيتوبلازم او السيتوسول. تمام تمام الانزيم الثاني احنا دلوقتي بنعكس، بنعكس ايه، بنعكس البيروفيت كاينيز، بنعكس البيروفيت كاينيز، استعملنا انزيم واحد هنستعمل انزيم كمان، استعملنا بيروفيت كاربوكسيليز هنستعمل انزيم كمان اسمه فوسفو اينول بيروفيت كاربوكسي كاينيز. معلش الاسم طويل شويه بس هو ايه، بيعبر عن اللي احنا عايزين نعمله. الاسم، اسم الانزيم انت بتعرفه من الرياكشن، انت بتبص انت هتطلع ايه او اللي اشتغلت عليه هتعرف اسم الانزيم على طول. طيب احنا عايزين نطلع فوسفو اينول بيروفيت صح، يبقى فوسفو اينول بيروفيت كاربوكسي هي المفروض هنا، المفروض تبقى دي كاربوكسي بس هو اسمه كاربوكسي فاحنا هنمشيها، المفروض ان هو دي كاربوكسي يعني بيشيل سي او 2 انما هو اسمه كاربوكسي فخلاص هنسكت، هن ايه المجتمع العلمي مشاها كاربوكسي ومشيت فايه مش لسه هنغير فيه، خلاص مشوها كاربوكسي بس هي المفروض الاصل انها دي كاربوكسي لان هو بيشيل سي او 2، بيشيل سي او 2. كاينيز يعني ايه؟ كاينيز يعني بيحط فوسفيت، كاينيز برضو قاعده كده، اي كاينيز بيحط فوسفيت عكس الكاينيز ايه؟ الفوسفاتيز. يبقى احنا عرفنا دلوقتي مسميين او نوعين من من الاسماء للانزيمز، كاربوكسيليز بيحط سي او 2 عكسه دي كاربوكسيليز بيشيل سي او 2، الكاينيز بيحط فوسفيت عكسه الفوسفاتيز يعني بيشيل فوسفيت. تمام تمام احنا الانزيم بتاعنا ده اسمه ايه، فوسفو اينول بايروفيت كاربوكسي بين قوسين كده دي كاربوكسي كاينيز، يبقى هيحط فوسفيت وهيشيل ايه، وهيشيل سي او 2 عشان يدينا الايه، عشان يدينا فوسفو اينول بايروفيت. تفتكر انت الفوسفو اينول بايروفيت ده كان فين؟ اهو ادي الفوسفين البيروفيت، احنا دلوقتي عكسنا الحته دي صح، كان عندنا بيروفيت كاينيز ماشي كده بس دلوقتي عكسنا، جبنا البيروفيت ببيروفيت كاربوكسيليز عملنا لفتنا ماليه اوكسالو استيت ماليش دعوه، المهم الاوكسالو استيت خرج لي بره واشتغل عليه فوسفين البيروفيت كاربوكسي كاينيز طلع لنا ايه، فوسفين البيروفيت. احنا كده عكسنا اول خطوه. طيب هنمشي بقى شويه كده بالايه، بالريفرسبل رياكشنز لحد ما نوصل لعقبه كمان، طريق مش موجود كمان، لازم محتاجين ايه، محتاجين انزيم جديد برياكشن جديد. ايه هو؟ هو الفوسفو فركتو كاينيز رياكشن. ده كان بيعمل ايه؟ كان بيجيب هنا اهو الفوسفو فركتو كاينيز كان بيجيب فركتوز 6 فوسفيت الى فركتوز 1 6 بيس فوسفيت. تعال نبص على الاسم برضو هتلاقي الكلام بسيط، فوسفو فركتو كاينيز، فوسفو يعني المركب فيه فوسفيت، فركتو جاي من فركتوز، كاينيز يعني هيعمل ايه؟ يعني هيحط فوسفيت. تمام تمام 1 دي عشان في 2 هنقوله دلوقتي حالا، يبقى فوسفو فركتو كاينيز 1 دي الستيب اللي احنا محتاجين نعكسها، محتاجين نجيب من فركتوز 1 6 بيس فوسفيت الى فركتوز 6 بيس فوسفيت. تتوقع احنا كده بعد ما قلنا كاينيز يبقى عكسه ايه؟ الفوسفاتيز. الله ينور عليك، الانزيم بتاعنا هيبقى اسمه فركتوز 1 6 بيس فوسفاتيز، مركب هو هو فركتوز 1 6 بيس فوسفيت ده الاسم المركب اللي احنا هنشتغل عليه،
حطينا له ايه؟ فوسفاتيز، لان احنا هنشيل منه الفوسفيت بس كده. يبقى الرياكشن بمنتهى البساطه ان احنا هنشيل منه فوسفيت، يبقى فركتوز 6 فوسفيت. تمام. حته ايه مش متقاله بس هنحتاج المعلومه دي بعدين، الا وهي الفركتوز 6 فوسفيت ممكن يمشي في الطريق اللي احنا قلنا عليه، اللي هو فوسفو فركتو كينيز واحد، خلي بالك واحد، ويدينا فركتوز 1.6 بيس فوسفيت. تمام. ده ايه؟ ده طريق الجلايكوليسيس، ده الطريق بتاع الجلايكوليسيس اللي هو الطريق العادي. تمام. لما جينا نعكسها عملنا ايه؟ شغلنا فركتوز 1.6 بيس فوسفاتيز، ده طريق الجلوكونيوجينيسيس، مش هكتبها كلها بقى، ده طريق الايه؟ الجلوكونيوجينيسيس. في طريق ثالث خالص، الا وهو الفركتوز 6 فوسفيت نفس اتجاه الجلايكوز، بيشتغل عليه انزيم شبه الفوسفو فركتوكاينيز واحد اسمه فوسفو فركتوكاينيز 2. بيعمل ايه ده؟ بيدينا برضو فركتوز بيس فوسفيت، ولكن الفوسفيت مكانه فين في الفركتوز؟ انت عندك الفركتوز ده عباره عن ايه؟ شكل خماسي كده من الايه؟ من الكربونز. مكانه فين؟ او مش خماسي، مش فاكر والله كان خماسي ولا سداسي، مش موضوعنا خالص. المهم الفوسفيت مكانها فين؟ على انهي كربون في الايه؟ في الفركتوز. هنا في الفوسفو فركتوكاينيز واحد بتبقى واحد وستة، يبقى واحد مع واحد وستة، اتنين مع اتنين وستة، فركتوز اتنين بيس فوسفيت، فركتوز اتنين ايه؟ بيس فوسفيت. مهم في ايه فركتوز اتنين بيس فوسفيت ده؟ مهم جدا، هنتكلم عليه في الريجيليشن. بس بنعرف دلوقتي ان في ثلاث طرق ليهم علاقة بالفركتوز ستة فوسفيت. اول طريق بيمشي ايه؟ فوسفو فركتوكاينيز واحد، برضو ممكن ينزل لتحت بالفوسفو فركتوكاينيز اتنين، واحد بيدي 1.6 بيس فوسفيت، اتنين بيدي 2.6 بيس فوسفيت. طيب لما نيجي نعكس، احنا عندنا في العكس، لا في طريقه واحده بس، هو في طريق كده بس مش موضوعنا يعني. في العكس، في الفركتوز 1.6 بيس فوسفيت لما نيجي نطلع بنشغل ايه؟ فركتوز 1.6 بيس فوسفاتيز. فوسفاتيز يعني ايه؟ يعني بنشيل فوسفيت. تمام. لو ما فهمتهاش هنقولها كمان شويه تاني. احنا كده عملنا ايه؟ كده خلصنا تو ستيبس، عكسنا خطوتين، عكسنا البايروفيت كاينيز وعكسنا الفوسفو فركتو كاينيز. باقي لنا حاجه بسيطه خالص، الا وهي الهيكسو كاينيز او الجلوكو كاينيز. هنعمل ايه؟ انت عندك كاينيز عكسه ايه؟ فوسفاتيز، يبقى جلوكوز 6، احنا بنشتغل على ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت. هنعمل ايه؟ جلوكوز 6 فوسفاتيز، هنشيل منه فوسفيت هيتحول لجلوكوز. كده ايه؟ كده جبنا من اول بايروفيت لحد ايه؟ لحد الجلوكوز. كده طلعنا جلوكوز جديد، جلوكو نيو، حاجه ايه؟ جديده، موفي. جلوكو نيو جينيسيس. تمام. يبقى الانزيمات اللي احنا احتاجناها ايه؟ اللي عكسناها كانت في الجلايكوليسيز جلوكوجينيز او هيكسوكينيز، فوسفو فركتو كاينيز واحد وبايروفيت كاينيز. لما جينا نعكسهم، بايروفيت كاينيز احتاجنا له اثنين انزيمز، بايروفيت كاربوكسيليز وفوسفو انول بايروفيت كاربوكسي كاينيز، اسمه طويل معلش. الفوسفو فركتو كاينيز واحد لما عكسناه احتاجنا فوسفاتيز، عشان ايه؟ ده كاينيز، ولما ده كان كاينيز يبقى ده كان ايه؟ فوسفاتيز. تمام. كده احنا قلنا القصه من اول اللاكتيت. انا ما قلتش اللاكتيت بس هو ايه؟ مفهوم ان اللاكتيت، يعني مش مشكله نقولها بس كله. اللاكتيت ممكن يتحول لبايروفيت بلاكتيت دي هيدروجينيز، صح؟ لاكتيت دي هيدروجينيز ده ريفرسبل انزيم، اللاكتيت وبايروفيت ايه؟ رايحين جايين مع بعض، مالناش دعوه بيهم. فلاكتيت يعني بالنسبه لنا لاكتيت بيساوي بايروفيت، بسيطه. تمام. طيب كده احنا قلنا من اللاكتيت او البايروفيت، نخش بعد كده في الايه؟ في الجليسرول. نخش في الايه؟ في الجليسرول. الجليسرول يا سيدي العزيز ما بيدينش بايروفيت، لا بيخش على حته في النص، في نص الايه؟ في نص اللهم صل وسلم على رسول الله، بنخش في نص الجلايكوليسيس، بيدي في الاخر خالص الجليسرال دهايد 3 فوسفيت والداي هيدروكسي اسيتون. انا كنت حاططهم انتشنالي مقصوده عشان ايه؟ نبين الاثنين دول. الاثنين دول جزء من الايه؟ من الجلايكوليسيس، وقلت لك ان هما من الريفرسبل انزايم، واخد بالك؟ السهم رايح كده ورايح كده ورايح كده، فهو ايه؟ ريفرسبل انزايمز. تمام؟ راح وجاي. جميل. بيدي دول، بعد كده هنطلع لفركتوز 1.6 بيس فوسفيت، وبعد كده الطريق احنا لسه قايلينه بقى خلاص. تمام. المهم الجديد علينا ايه؟ ازاي الجليسرول هيدي الاثنين دول؟ ازاي الجليسرول هيدي الاثنين دول؟ صح؟ تمام. الجليسرول بيشتغل عليه جليسرول كاينيز، ده الانزيم المهم هنا. جليسرول ايه؟ كاينيز. جليسرول كاينيز يعني هيعمل ايه؟ يعني هيحط فوسفيت، هيبقى اسمه جليسرول 3 فوسفيت. خدت بالك الاسم اصلا ايه؟ شبه جدا جليسرال دهايد 3 فوسفيت. تمام. بعد كده هيشتغل عليه دي هيدروجينيز. الانزيمات هنا مش مهمه قوي، بس المهم بالنسبه لنا الجليسروكينيز عشان هنقول عليه معلومه مهمه. تمام. الجليسروكينيز بعد ما اشتغل هيدينا جليسرول 3 فوسفيت. جليسرول 3 فوسفيت ده بالدي هيدروجينيز هيدينا داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، او احنا بنقول عليه اصطلاحا كده ذهب. تمام. الذهب ده بيشتغل عليه ايزوميريز، هو ايه؟ ذهب وجليسرول دهايد 3 فوسفيت اخوات، يعتبروا ايه؟ اخوات توأم كده. فبيشتغل عليه ايزوميريز، ده اخوه بيبدلوا مع بعض كده، هما الاثنين مع بعض بيشتغل عليهم انزيم اسمه الدوليز، يدينا الايه؟ الفركتوز 1.6 بيس فوسفيت. انا ما ركزتش قوي على الكلام ده عشان هو ايه؟ يعتبر جزء من الجلايكوليسيس، انت عارف الكلام ده من الجلايكوليسيس اوريدي. تمام.
المهم بالنسبة لنا هنا ايه فعلا بقى، يعني الجليسرول كاينيز ده، انت الجليسرول اشتغل عليه جليسرول كاينيز، جليسرول 3 فوسفيت اشتغل عمل مش عارف ايه، ده هيدروكس استون فوسفيت ادانا جلوكوز. الجليسرول كاينيز ده بقى الانزيم المهم اللي في القصه دي كلها، موجود في الليفر والكيدنيز بس. موجود فين؟ في الليفر والكيدني بس. يبقى لما اقول لك مين اللي يقدر يطلع جلوكوز من الجليسرول، يبقى الليفر والكيدني بس، لان دي الخطوه المهمه اللي ممكن تحول من خلالها الجليسرول الى ايه؟ الى جلوكوز. من غيرها ما تقدرش، يبقى اي حته ما فيهاش جليسرول كاينيز ما تقدرش تطلع جلوكوز من الجليسرول. تمام. كده قلنا اللاكتيت والبيروفيت، قلنا الجليسرول، بعد كده الاود تشين فاتي اسيدز. برضو ايه، عملت لك خط تحت اود مش ايفن، لان الايفن ما تقدرش. البروتينز احنا ما عندناش التفاصيل، مش مطلوب منك تفاصيل، انت تعرف بس ايه البروتينز، يا اما بتدي مركب اللي هو بتدي يا اما البيروفيت، يا اما بتدي انترميديت في الكريبس سايكل. طب هتدي انترميديت في الكريبس سايكل، وبعدين الكريبس سايكل دي ايه؟ سايكل يعني دايره، هيمشي هيدي مثلا عندك مثلا ايه جلوتاميت بيدي الفا كيتو جلوتاريت، هيمشي يلف يجي للاوكسالو اسيتيت. الاوكسالو اسيتيت ده هنعمل بيه ايه؟ احنا عارفين هنمشيه في الطريق بتاعنا فوسفوينو البايروفيت، وخلاص اهو ادي الاوكسالو اسيتيت، حتى هنا علق اهو، معلش الاوكسالو اسيتيت طلع اهو، وتحول لايه؟ فوسفوينو البايروفيت بالفوسفوينو البايروفيت كاربوكسي كاينيز. تمام، والفوسفوينو البايروفيت خلاص احنا عارفين الطريق، مش هنقعد نقوله كذا مره. تمام. او في امينو اسيدز هتدي بايروفيت على طول، والبايروفيت بيعمل ايه؟ ممكن يتحول لاوكسالو اسيتيت بالقصه اللي احنا قلناها بالبايروفيت كاربوكسيليز، بعد كده نفس الستيب. تمام، او يخش هو السايكل ويلف اللفه دي كلها ويجي عند الاوكسالو اسيتيت ويطلع فوق. تمام، كل الايه، كل الامينو اسيدز بتعمل القصه دي، ما عدا اثنين مهمين جدا. هو هنا كاتب واحد، ما اعرفش عندنا في الداتا كاتب واحد بس احنا عندنا اثنين انزيمز بنقول عليهم كيتوجينيك. كيتوجينيك يعني ايه؟ يعني ما بيدوش جلوكوز، انما الباقي كلهم يا اما جلوكوجينيك يا اما ميكسد، اللايسين والليوسين، دول الايه؟ الكيتوجينيك امينو اسيدز. الكيتوجينيك امينو اسيدز ما لهاش علاقه، تمام؟ كيتوجينيك امينو اسيدز ما لهاش علاقه، هو هنا حاططهم مع المجموعه دي عشان هم قرايب، انما هم ما بيدوش اسيتايل كو ايه، تمام؟ او بيدوا اسيتايل كو ايه بس ما بيدوش جلوكوز من الاخر، تمام؟ اللايسين والليوسين كيتوجينيك يعني ما بيدوش جلوكوز، قاعده. تمام. الكلام بتاعنا ايه بقى؟ اول جلوكوجينيك اند ميكس امينو اسيدز ممكن يدوا جلوكوز، ما عدا انا قلت لك هو هنا كاتب ليوسين بس، المفروض يبقى معاه لايسين لان هما الاثنين الكيتوجينيك بس. امينو اسيدز يا اما بتدي بايروفيت او بايروفيك اسيد يعني نفس الشيء، او انترميديت من الكريبس سايكل، الاثنين بعد كده هيتحولوا لاوكسالو اسيتيت، والاوكسالو اسيتيت يشتغل عليه فوسفينو البايروفيت كاربوكسي كاينيز يدينا فوسفينو البايروفيت. فوسفينو البايروفيت بقى خلاص بالريفرسال اوف جلوكوليسيس ندي جلوكوز. الجلوكوز ده بعد كده لما نيجي نتكلم عن الجلايكوجين ممكن نحول الجلوكوز الى ايه؟ الى جلايكوجين بسيطه. تمام. كده احنا خلصنا الستبس بتاعت الجلوكونيوجينيسيس، دي الايه؟ الجزء اللي فيه فهم، وهو يعتبر الجزء الاصعب في المحاضره كلها، حتى اصعب من الجلايكوجين كمان. فده ايه، انت لو فهمت دي يبقى انت كده عملت شغل عادي، وهنقلها هنعيدها كمان شويه عشان ايه؟ ناكد عليها. طيب السايت اوف جلوكونيوجينيسيس، الجلوكونيوجينيسيس ده بيحصل فين؟ في الحتت اللي فيها الانزيمات. انت عندك الانزيم ده موجود، يبقى هيعمل الرياكشن زي ما قلنا في الجليسرول كاينيز. لو ما عندكش جليسرول كاينيز مش هتعمل رياكشن، يبقى الحتت اللي ما فيهاش انزيمات الجلوكونيوجينيسيس مش هيبقى فيها الجلوكونيوجينيسيس. سهله سهل. طيب مين الحتت اللي فيها ومين الحتت اللي ما فيهاش؟ تشيفلي بيحصل الجلوكونيوجينيسيس في الليفر وفي الكيدنيز. الليفر والكيدنيز فيهم الانزيمات، فبيحصل فيهم الرياكشنات كتير، بيحصل فيهم جلوكونيوجينيسيس كتير. هو مين يعني، هو احنا بنعتمد على الليفر والكيدني في حالات بقى الايه الاسترفيشن قوي يعني، بس ايه اصطلاحا كده بنقول الليفر والكيدني هما الاثنين يقدروا يعملوا جلوكونيوجينيسيس بكفاءه. تمام. في موجود شويه في السكيلت المصل، بس بنقول ليتل. ليه ليتل؟ لان السكيلت المصل حتى لما نيجي نتكلم في الجلايكوجين، السكيلت المصل بتعمل لنفسها، يعني السكيلت المصل لما تصنع جلوكوز جديد فهو لنفسها مش بتصنع للجسم، يعني عكس الليفر والكيدني اللي ما بيصنعوا، لا بيطلعوا الجلوكوز في الدم، جلوكوز للجسم كله يستعمله. تمام. مين الحتت اللي ما فيهاش جلوكونيوجينيسيس؟ الهارت والسموث ماسل والفات سيلز. ليه؟ عشان ما فيهمش الكي انزيم بتاعنا اصلا، الفركتوز 1.6 بيس فوسفاتيز. يبقى الانزيم ده مش موجود، يبقى مش هيعرفوا يمشوا في الطريق، ما عرفوش يعملوا الطريق ده، فمش هيعرفوا يمشوا في الطريق ده خالص. تمام. يبقى الهارت والسموث ماسل والفات ما عندهمش الفركتوز 1.6 بيس فوسفاتيز اللي هو اصلا الكي انزيم، فبالتالي مش هيقدروا يعملوا الايه؟ الجلوكونيوجينيسيس من الاخر. طيب حاجه كمان، احنا قلنا دلوقتي السايت في الجسم كله، طب لما نيجي نتكلم على الخليه، اول حاجه هو بدا في الميتوكوندريا وبعد كده كمل في السيتوسول. فاكر لما قلنا ان هو البايروفيت اي رياكشن على البايروفيت بيحصل فين؟ جوه الميتوكوندريا، فدخل جوه الميتوكوندريا بايروفيت كاربوكسيليز، بعد كده خرج بره، صح؟ خرج بره عشان نعمل ايه؟ فوسفوينو البايروفيت كاربوكسي كاينيز. اهو بايروفيت دخل جوه شغال عليه بايروفيت كاربوكسيليز جوه الميتوكوندريا،
بعد كده خرج بره واشتغل عليه ايه فوسفوينيل، حولناه لفوسفوينيل بايروفيت، والباقي كله برضو بيحصل بره زيه زي الجلايكوليسيس. تمام. طيب نرجع نكمل أهمية الجلوكونيوجينيسيس. ليه بنعمل جلوكونيوجينيسيس أصلا؟ بص يا سيدي، قصة بسيطة. أنت لما ما بتاكلش، أنت دلوقتي كلت، قعدت 3 4 ساعات من الأكل اللي أنت واكلها دي، الجلوكوز بتاعها في دمك يعني مثلا يعني. تمام. بعد كده لحد 18 ساعة أنت بتعتمد على مخزون الجلايكوجين اللي عندك، ودي هنقولها كمان شوية لما نيجي نتكلم عن الجلايكوجين. طيب بعد ال 18 ساعة دول جسمك بيبدأ يصنع من جديد خالص بقى، من جديد، من أول الصفر، من نون كربوهيدرات سورسز، يبدأ يصنع جلوكوز جديد. تمام. جميل جدا. يبقى اهميه الجلوكونيوجينيسيس ان هي احنا بنعتمد عليها كبلاد جلوكوز سورس في ايه، فور فاستنج، اكتر من 18 ساعه. بعد ال 18 ساعه بتبدا تعتمد على الايه، على الجلوكونيوجينيس. تمام. فبنقول ان هي سورس اوف انرجي او مصدر الطاقه او الجلوكوز في البرين وفي الار بي سي وفي الجسم كله تقريبا، في المصل اكسرسايز، دي الحاجات الاساسيه، وبرده مصدر للاوكزالو اسيتيت، لان هي ايه، الجلوكونيوجينيسيس بتطلع لنا طاقه وبتطلع لنا جلوكوز، والجلوكوز ده بيتحول لاوكسالو اسيتيت، الاوكسالو اسيتيت ده بنستعمله في الايه، في الكريبس سايكل عشان نطلع منها طاقه. فهي ايه، بيعيد نفس الكلام بس بطريقه تانيه. طيب بيشيل، بتخلصنا من الجلوكونيوجينيسيس، بتخلصنا من اللاكتيت ومن البيروفيت، بتخلصنا من الجليسرول. طيب خلينا نفهم الكلام، لاكتيت وبيروفيت من الار بي سيز والاكسرسايزنج ماسل. احنا عارفين الماسل لما تبدا تكسرسايز، لما مثلا تخش في ايه، في انايروبيك ريسبيريشن، تطلع لاكتيت لاكتيت لاكتيت، لما انت تضرب سبرنت فجاه كده تطلع لاكتيت كتير. اللاكتيت ده الجسم بيتخلص منه ازاي؟ يا اما الماسل ذات نفسها، احنا قلنا في ليتل جلوكونيوجينيسيس بيحصل في الماسل صح؟ فيا اما الماسل ذات نفسها تاخد اللاكتيت وتمشي بالطريق بتاعنا بقى ايه؟ لاكتيت لبيروفيت، بيروفيت كربوكسيليز، فوسفوينيل بيروفيت كربوكسيكانيز، ونكمل صح؟ او يا اما الماسل هتوديه للليفر، ودي بطريقه هنقولها كمان شويه اسمها الكوري سايكل، هنوديه للليفر والليفر تحوله هي للجلوكونيوجينيسيس، تعمل الجلوكونيوجينيسيس، لان الليفر هو الاساس، ده اللي بيحصل في الجلوكونيوجينيسيس اصلا. تمام؟ انما الماسل تقدر تعمل جلوكونيوجينيسيس بس على ايه؟ هتضيق لنفسها كده. فاعرف من دلوقتي كده ان المصل لما بتتخلص من اللاكتيت، يا اما بتتخلص منه هي بذات نفسها وتعمل جلوكونيوجينيسيس، يا اما بتبعته للليفر بالطريقه اللي لسه هنقولها عشان الليفر يعمل جلوكونيوجينيسيس. طيب الجليسرول برضو بتخلصنا من الجليسرول، انت لما بتاكل وجبه فيها دهون كتير او الدهون اللي عندك الاديبوس تيشو اللي عندك تبدا تتكسر، الجليسرول بيبقى موجود في الدم بزياده، الجليسرول بيزيد، فالجليسرول ده بيخلصنا منه ان احنا ايه، نحوله لجلوكوز. الجلوكوز ما عندناش مشكله معاه، انما الجليسرول لا، مشكله، ما ينفعش يزيد. تمام، لان الجلوكوز احنا نقدر نخزنه بقى، وايه، وجميل الجلوكوز يعني بنتعامل معاه. طيب الانزيمز اوف جلوكونيجينيسيس، ما فيش معلومه جديده اتقالت، بايروفيت كاربوكسيليز، فوسفوين بايروفيت كاربوكسي كاينيز، فركتوز 1 6 بس فوسفاتيز، وجلوكوز 6 فوسفاتيز. هو هنا قال لك ايه اللي احنا قلناها اوريدي، فركتوز 1 6 بس فوسفاتيز هو الايه، هو الكي انزيم، هو الايه، الكي انزيم. طيب الريجيليشن اوف جلوكونيوجينيسيس، قبل ما نتكلم عن الريجيليشن، احنا محتاجين نفهم احنا عايزين الرياكشن ده يحصل امتى، انت امتى عايز يحصل جلوكونيوجينيسيس. لو احنا، انا قلت لك دلوقتي الجلوكونيوجينيسيس بنعمله لما يكون في ايه، لما نكون فاستنج اكتر من 18 ساعه، لما يكون في لاكتيت بزياده في الايه، في الانايروبيك ريسبيريشن، لما يكون في جليسرول بزياده مثلا. تمام، يبقى الحاجات دي كلها محتاجين فيها ايه، محتاجين فيها ان احنا نزود الجلوكونيوجينيسيس. فبالتالي بترتيب ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي ان فعلا لما الحاجات دي بتحصل بنزود الايه، بنزود الجلوكونيوجينيسيس. دي فكره عامه، انت عايز ده يزيد امتى، لما تبقى عارف ان انت الرياكشن ده انت عايزه يزيد امتى وعايزه يقل امتى، هتقدر تفهم الريجيليشن ببساطه خالص. طيب الريجيليشن اول حاجه خالص، الافيلابيلتي اوف سبستريت، يعني ايه؟ يعني انت عندك انزيم بيعمل شغلانه معينه، انت محتاج المركبات او اللي هيشتغل بيه الانزيم ده، فلو اللي هيشتغل بيه، لو اللاكتيت قليل فمش هيعمل جلوكونيوجينيسيس من اللاكتيت كتير. واصله؟ واصله. طيب غير كده في ريجيليشن شغل على الانزيمات، لو تفتكر اي شغل على اي انزيم بيتعمل بيبقى ايه، يا اما شورت تيرم يا اما لونج تيرم. تمام، يا اما شورت تيرم يا اما ايه، يا اما لونج تيرم. الشورت تيرم يا عزيزي بيبقى ايه، يا اما الستيريك ريجيليشن يا اما كوفالنت موديفيكيشن، الحاجات دي بتبقى ايه، حاجات بسيطه. انما اللونج تيرم لا، بيخش بنعمل اندكشن او ريبريشن للانزيم. يبقى خليني اقول تاني، الالستيريك والكوفالنت موديفيكيشن دول بيعملوا ايه، بيخشوا ياثروا على شغل، ركز قوي على الكلمه دي، بياثروا على شغل الانزيم. تمام. انما الاندكشن والريبريشن لا، دول بيخشوا على الدي ان ايه، يقولوا الانزيم ده ما تطلعوش تاني، بطل تصنعه، بياثروا على كميه الانزيم، بياثروا على ايه، كميه الانزيم، فبالتالي التاثير بيبقى ايه، بيبقى اطول. تمام. وطبعا اول حاجه الافيلابيلتي اوف ذا ايه، اوف ذا سبستريت. طيب احنا قلنا دلوقتي لما انت تاكل كتير
يبقى ده مش هنعمل جلوكونوجينيسيس، خلاص الجلوكوز موجود. طب لو انت في ستارفنج بعد 18 ساعه انت ما اكلتش، يبقى احنا محتاجين نصنع جلوكوز جديد. يبقى هاي كربوهيدريت فيدنج مش هيبقى فيه جلوكونوجينيسيس، انما هيبقى فيه ايه؟ جلايكوليسيس. محتاجين نكسر كل الجلوكوز اللي انت جايبه ده ونطلع منه طاقه. طيب لو احنا في ستارفيشن، لا هنزود الجلوكونوجينيسيس عشان نطلع منه جلوكوز عشان نقدر نستعمله. انما في جلايكوليسيس لو انت ما عندكش جلوكوز، انت يعني انت بنعمل جلايكونيوجينيسيس عشان نطلع منه جلوكوز، لا بنبعت جلوكوز نطلعه في الجسم، لان البلاد جلوكوز قليل في الاستارفيشن، فبنعمل جلوكونيوجينيسيس نطلعه في الجسم. تمام. طيب تاني حاجه، احنا مش هنتكلم على الكوفيلنت موديفيكيشنز بس هنا عشان تبقى عارف من دلوقتي، يعني هو الالوستيريك ريجيليشن هي اللي فيها الكلام كله، واحنا اوريدي قلنا البيز اللي احنا هنحتاجها. الالوستيريك ريجيليشن، الكي انزيم في مين؟ الفركتوز 1,6 بوسفاستاز. ده اي حاجه انت تعمل عليها الستريك ريجيليشن بتدور على الكي انزيم، هو ده اللي هنشتغل عليه. يبقى فركتوز 1,6 بوسفاستاز هو ده الكي انزيم في البلوكونيوجينيسيس، يبقى هو ده اللي هنشتغل عليه. طيب هنشتغل عليه ازاي؟ هنشتغل عليه يا سيدي بالفركتوز 2,6 بوسفاستات. فاكر الفركتوز 2,6 بوسفاستات؟ لما قلت لك ادي الفركتوز 6 فوسفات، كان في طريق اللي احنا عارفينه نشتغل عليه بي اف كي 1 صح؟ يحوله لفركتوز 1,6 بسفوسفيت. لا احنا هنا عايزين الطريق الثاني، الفركتوز فوسفو فركتوكينيز 2 او البي اف كي 2 هيحوله الى فركتوز 2,6. خلي بالك 2,6 غير ال 1,6، ها ما تلخبطهمش. فركتوز 2,6 بسفوسفيت. فركتوز 2,6 بسفوسفيت ده بيعمل ايه؟ عارف لما تبقى قاعد جنب واحد صاحبك كده هو عايز ايه؟ يقول لك بص هناك كده، بيدي بالكوع كده، بالكوع، بيدي بالكوع للفركتوز بسفوسفاتيز اللي هو بتاع الجلوكونيوجينيسيس، يقول له اسكت انت، وبتاع الجلايكوليسيس يقول له اشتغل انت. تمام، يبقى هو قاعد جنبه اتنين صحابه كده بيدي كل واحد ايه بالكوع كده. تمام، فايه ادي الفركتوز 2,6 بسفوسفيت، خلي بالك 2,6 ده اشتغل عليه هنا بسم الله فوسفو فركتوكاينيز 2، الاسماء طويله وبتلخبط. فوسفو فركتوكاينيز 2 اشتغل على فركتوز 6 وفوسفيت، ادانا فركتوز 2,6 بسفوسفيت. فركتوز 2,6 ايه بالفوسفيت، بيعمل ايه؟ بيدي بالكوع للجلايكوليسيس يشغلها، اللي هو مين اللي هنا؟ فوسفو فركتوكاينيز 1. تمام، وبيدي بالكوع للناحيه دي يسكتها، اللي هو ايه؟ فركتوز 1,6 بسفوسفاتيز. فركتوز 1,6 ايه بسفوسفاتيز. تمام. امتى الرياكشن ده يحصل؟ لما يكون الفركتوز 2,6 بسفوسفيت عالي. طب امتى الفركتوز 2,6 بسفوسفيت عالي؟ خليني اقول لك حاجه بقى جميله جدا. انت دلوقتي عندك جلوكوز كتير، تمام. الجلوكوز ده عمال يتكسر او بيخش في الجلايكوليسيس ويدينا فركتوز 6 فوسفيت. تمام. الفركتوز 6 فوسفيت هيفضل ماشي في ناحيه الايه؟ الفوسفو فركتوكاينيز 1، ده الطريق المعتاد. لما يزيد قوي هيلاقي، طب ما في طريق ثاني يا جدعان، ما تيجوا نمشي من هنا شويه، فيمشي في الاتجاه ده اللي هو الايه؟ الفوسفو فركتوكاينيز 2. تمام، فايده الفوسفو فركتوكاينيز 2 ان هو يدي الفركتوز 2,6 بسفوسفيت ان هو يسكت الجلوكونيوجينيسيس، والعكس بيزود الجلايكوليسيس كمان، ان هو ايه بيقول لهم لا امشوا يا جدعان من هناك، امشوا من ناحيه الايه الفوسفو فركتوكاينيز 1. بص لو ما فهمتنيش ركز بس معايا في ايه، في الحته المهمه، ان هو فركتوز 2 بسفوسفيت بيزود ده، بيزود جلايكوليسيس ويقلل ده، بيقلل جلوكونيوجينيسيس. تمام. يبقى الكي انزيم اوف جلوكونيوجينيسيس اللي هو الفركتوز 1,6 بس فوسفاتيز انهبيتد الستيريكلي، انهبيتد باي فركتوز 2,6 بس فوسفيت. ويحكي لك هنا قصه الفركتوز 2,6 بس فوسفيت، ان هو بيطلع بالايه؟ بالفوسفوريليشن اوف فركتوز 6 بس فركتوز 6 فوسفيت لما يشتغل عليه الايه؟ البي اف كي 2. تمام. يبقى احنا كده حكينا قصه الايه؟ الفركتوز 2,6 بس فوسفيت. في قصه كمان، حاجه بسيطه خالص في الالوستيريك انهبيشن او سوري اكتيفيشن، الاسيتايل كو اي بيستيميليت البايروفيت كاربوكسيليز. انا عارف ان احنا قلت لك ان معظم شغلنا على الكي انزيم، بس برضو ايه ما يمنعش ان احنا بنشتغل على الانزيمات الثانيه، بس الاساس لما نيجي نقول الريجيليشن فاحنا بنتكلم على الكي انزيم. طيب البايروفيت كاربوكسيليز بيزودوا الاسيتايل كو اي ليه؟ تعالى بص هنطلع وانت هتقولها، هتبص كده هتستوعبها على طول. انت عندك هنا بايروفيت، تمام؟ بايروفيت قدامه طريقين، يا اما بايروفيت كاربوكسيليز يا اما بايروفيت دي هيدروجينيز. لما البايروفيت يمشي في الطريق ده كتير 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 كتير، يمشي كده كتير، تمام، ويديني اسيتايل كو اي كتير كتير كتير، فالاسيتايل كو اي هيقول للانزيم ده اسكت انت خلاص كفايه قوي، ويمشي هنا يقول له ايه اشتغل انت، هو عايز يقلل ان الانزيم ده يحصل، فهيزقه الناحيه دي، هيزقه ناحيه الايه؟ الاوكسالو اسيتيت. تمام. فزياده الاسيتايل كو اي بتزود الايه؟ البايروفيت كاربوكسيليز. اهي زياده الاسيتايل كو اي بتزود البايروفيت كاربوكسيليز. جميل. طيب نقول بقى ايه اللي هيحصل لما انت تاكل ولما انت تبقى ايه؟ فاستنج. طيب كربوهيدرات فيدنج اول حاجه بيزود انسولين، ده كده كده اي زياده في الجلوكوز في الدم بتزود انسولين. ليه؟ عشان الانسولين بيحب يقلل الجلوكوز في الدم.
طيب لما زودنا بتزود انسولين وبتزود فركتوز 2 6 بس فوسفيت، فركتوز 2 6 بس فوسفيت. انا لسه حكي لك اهو، لما الجلوكوز يزيد هيزيد الفركتوز 6 فوسفيت، فبالتالي بالتبعيه كده هو فركتوز 6 فوسفيت ده بيمشي ازاي؟ بيمشي ناحيه بي اف كي 1 وبي اف كي 2. لما يمشي اكتر في ناحيه بي اف كي 2 هيزود الفركتوز 2 6 بس فوسفيت. يبقى الكربوهيدرات فيدنج بيعمل ايه؟ بيزود الفركتوز 2 6 بسفوسفيت. طيب فركتوز 2 6 بسفوسفيت ده هو اللي بيعمل الشغل كله، بيستيميوليت بي اف كي 1 وانهبت البيسفوسفاتيز. خلاص مش هنقول الاسم كله، بينهبت الايه؟ البيسفوسفاتيز. تمام. لما يزود البي اف كي 1 يبقى هيعمل ايه؟ ستيميوليت جلايكولوسيس. لما يقلل البيسفوسفاتيز هيعمل ايه؟ هيقلل جلوكونيوجينيسيس. فبالتالي جلايكولوسيس وجلوكونيوجينيسيس ما بيحصلوش مع بعض، دول عكس بعض اصلا. ده دي الوزنيه اللي احنا بنقولها ما بينهم، ان ده بيزيد يبقى ده يقل، ده يقل يبقى ده يزيد، وهكذا. تمام. ف they can't، ما بيحصلوش مع بعض، can't occur at the at the same time. طب لما نيجي العكس، الفاستنج، الفاستنج بنزود حاجه اسمها الانتي انسولين هرمونز، هتقولها ان شاء الله. المهم ان الانتي انسولين هرمونز بتعمل عكس الانسولين بالظبط، اللي هو ايه؟ اللي هي عايزه تزود الجلوكونيجينس، عايزه ايه؟ تزود الجلوكونيجينس. الانتي انسولين هرمونز اللي عندنا اهمهم الادرينالين والجلوكاجون، دول بيعملوا ايه؟ بيزودوا سايكليك ام بي، ودي قصه هنقولها دلوقتي حالا اهو. المهم لما السايكليك ام بي يزيد هيقل، خلي بالك مين اللي بيقل؟ الفركتوز 2 6، فركتوز 2 6 بسفوسفيت. لما الفركتوز 2 6 بسفوسفيت يقل، ايه اللي يحصل؟ يقوم يزيد البسفوسفاتيز، يقوم يقل البي اف كي 1، صح؟ البي اف كي 1 يقل لان ده كان بيعمل ستيميليشن، فلما ده يقل الاستيميليشن ده يقل، والانهيبيشن اللي كان معمول على البيسفوسفاتيز يتشال، ما بقاش حد بيسكته، فبالتالي ايه؟ هيشتغل. لما البيسفوسفاتيز يشتغل يحصل ايه؟ ستيميليشن اوف جلوكونيجينس. تمام. قصه السايكليك ام بي ببساطه وبسرعه عشان ايه؟ انا ما اظن انها مش مهمه بالنسبه لكم يعني، بس نقولها عشان ما نبقاش فوتنا حاجه. الانسولين والجلوكاجون لما بيشتغلوا، لما بيجوا يشتغلوا على اي انزيم، هو مثلا الجلوكاجون يعني الانتي انسولين هرمونز. المهم لما بيشتغلوا، لما بيجي يشتغلوا على اي انزيم بيعملوا فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن للانزيم. في انزيمات بتبقى اكتف، انا عشان كده ما كنتش عايز اقولها والله، اصل هي فعلا حاسس ان هي معلومه مش مهمه، بس ايه نقولها وخلاص. بيعملوا فوسفوريليشن او دي فوسفوريليشن. في انزيمات بتبقى اكتف لما تبقى فوسفوريليتد، وفي انزيمات بتبقى اكتف لما تبقى دي فوسفوريليتد. تمام. هم ازاي بيعملوا فوسفوريليشن او دي فوسفوريليشن؟ ده طريق معقد مش مهم بالنسبه لنا خالص. تمام جميل. الانسولين اختصارا كده بيعمل ايه؟ بيقلل السايكليك ام بي. بايه؟ بيقلل السايكليك ام بي. الجلوكاجون بيزود السايكليك ام بي. السايكليك ام بي ده بيعمل ايه؟ بيعمل فوسفوريليشن. هي الرابطه دي اللي احنا عايزينها، ان زياده السايكليك ام بي تعمل فوسفوريليشن، نقص السايكليك ام بي يعمل دي فوسفوريليشن. يعني ايه فوسفوريليشن؟ يعني بنحط فوسفيت. تمام. ففوسفوريليشن يعني بنحط فوسفيت، دي فوسفوريليشن يعني بنشيل فوسفيت. تمام. الانزيم بتاعنا ده بايه؟ بيقل شغله لما سوري اللهم صل وسلم على رسول الله، الادرينالين لما او الجلوكاجون لما بيزودوا السايكليك ام بي ويعملوا فوسفوريليشن هيعملوا ايه؟ هيعملوا اسمه ايه؟ اكتيفيشن للبيس فوسفاتيز. ده اول حاجه. غير كده ان هم هيزودوا سوري هيزودوا البيس فوسفاتيز وهيقللوا الفركتوز 2 6 بيس فوسفيت. بص سيبك من كل الهري ده، يعني كل ده مش مهم بالنسبه لنا. عايز تعرف الحته بتاعت زياده السايكليك ام بي اعرفها، مش عايز مش مهمه خالص. تمام. عايز تلغيها الغيها. ماشي. احنا كده قلنا الشورت تيرم افكت على الانزيمز. نقول دلوقتي اللونج تيرم، الا وهو الاندكشن والريبريشن، ان احنا بنروح نشتغل على الدي ان اي، بنقول له ما نصنعش الانزيم ده تاني. بعد الكربوهيدرات فيدنج هتلاقي ان الانسولين بدا هو اللي ياخد الكفه العليا. ليه؟ عشان الانسولين بيحب يقلل الجلوكوز، لما انت بتاكل الانسولين بيعلى. تمام. الانسولين بدا ياخد الكفه العليا على الجلوكوجون، في بينهم ريشيو كده. يعني ايه؟ كان ايه دي كده بتاع اهي، اللي بيركب هنا واحد يركب هنا، ماشي، واحد يركب هنا. الانسولين دلوقتي بدا يعلى، يكتر اكتر، فبالتالي الريشيو بايه؟ بيبقى مايل ناحيه الانسولين. طيب لما يميل ناحيه الانسولين هنلاقي ايه؟ هنلاقي انكريز الريشيو زاد، وهيقلل السنثيسز او هيعمل ريبريشن، هيقلل التصنيع الانزيمز بتاعت الجلوكونيجينيسيس اللي هو اهمها الكي انزيم اللي هو الايه؟ البيس فوسفاتيز. تمام. يبقى هو ايه؟ انسولين بيعمل ايه؟ هيقلل في الناحيه، هو انت هي مش قاعده ان الانسولين بيقلل التصنيع، لا ممكن انسولين يزود، بس انت يبقى في دماغك احنا عايزين نشغل الرياكشن ده امتى؟ الجلوكونيوجينيسيس عايزين نشغله، فاكر خالص لما قلت لك الجلوكونيوجينيسيس احنا عايزين نشغله في الفاستنج مش وانت واكل. فبالتالي لما يكون
نشغله في الفاستنج هنعمل ايه؟ هنخلي انزيمات او هرمونات الفاستنج هي اللي تشغله. طب لما نكون عايزين نبطله في الفيدنج يبقى هرمونات الفيدنج اللي هو الانسولين هيقلله. تمام. يبقى ديورينج فاستنج هنلاقي ان الريشيو ده قل، هنلاقي ان الجلوكاجون هو اللي ايه اللي بدأ ياخد الكفة العليا، فبالتالي لما الريشيو ده يقل يقوم يزيد السنتسيس بتاع الانزيمز، يزيد الايه السنتسيس، او هنعمل اندكشن للانزيمز اوف ايه اوف جلوكونيوجينيسيس. تمام. احنا كده الحمد لله خلصنا يعتبر جزء كبير جدا، او خلصنا ثلاث ارباع المحاضره وخلصنا معظم الجلوكونيوجينيسيس، في بس حاجه بسيطه اللي هي الكوري سايكل والجلوكوز انانين سايكل. ببساطه انت عندك في العضله لما العضله بتطلع جلوكوز وتستعمله وتكسره وتدي بايروفيت، تمام؟ فاكر لما قلت لك بتعمل انايروبيك اكسرسايز وتدي لاكتيت كتير؟ اهو احنا عايزين اللاكتيت ده. قلت لك اللاكتيت ده ممكن يمشي في جلوكونيوجينيسيس جوه العضله ويدي جلوكوز، بس احنا قلنا في الجلوكونيوجينيسيس ان هو ايه؟ ليتل ان مصر. في طريقه تانيه ان هي بتطلع اللاكتيت، اللاكتيت ده يطلع في الدم ويروح فين؟ يروح للليفر. تاخده الليفر وتعمل هي الجلوكونيوجينيسيس. يبقى الليفر بتعمل جلوكونيوجينيسيس وبتطلع جلوكوز. ايه الفكره في الموضوع ده؟ اول حاجه ان احنا بنخلص اللاكتيت من العضله، العضله ممكن يكون فيها لاكتيت اكتر من طاقتها على الجلوكونيوجينيسيس، ادي واحد. اتنين، ان احنا لما بنطلع جلوكوز من الليفر، الجلوكوز اللي بيطلع من الليفر ده ممكن يروح اي حته، صح؟ ممكن يروح اذر تيشوز، انما الجلوكوز اللي بيبقى في العضله لا، ده مش ممكن يروح اي حته. تمام. في حته بسيطه هنا انا كتبتها ان هي ايه، الجلوكوز 6 فوسفيت المفروض هنا بيتحول لجلوكوز قبل ما يخرج بره، لان الجلوكوز 6 فوسفيت ده هنقولها كمان شويه برضو ان هو بيبقى محبوس جوه الخليه ايا كانت، ما بيخرجش. تمام، بيبقى ايه محبوس. طيب دي حاجه اسمها ايه الكوريز سايكل او الجلوكوز لاكتيت سايكل. قال لك ان كونتراكتنج ماسل الجلايكوجين اللي هو الايه المخزن بتاع الجلوكوز بيدي جلوكوز 6 فوسفيت، بعد كده يشتغل عليه جلايكوليسيس يدي ايه لاكتيت في الاخر. تمام، عشان ما فيش احنا اوتو، لو احنا مثلا ايه في سترينيوس اكسرسايز، لو اكسرسايز جامد سبرنت زي ما قلت لك هيخش في انايروبيك، اللاكتيت يزيد، اللاكتيت ده يعمل ايه؟ يروح يطلع الدم ديفيوز تو بلاد اند جوز تو ذا ايه؟ يروح للليفر، الليفر هي اللي ايه؟ اللي هتاخد اللاكتيت ده تحوله لجلوكوز بالجلوكونيو جينيسيس. تمام؟ الجلوكوز ده بقى ممكن يرجع تاني للعضلات، ممكن يروح لاي حته تاني في الجسم. جميل؟ جميل. طيب سايكل تانية شبهها جدا الا وهي الجلوكوز لما بنستعمله بيدي بايروفيت، وحكينا قصه انه ممكن يتحول للاكتيت واذا ايه عمل لك الرياكشن ريفرسبل. تمام، واللاكتيت ممكن يدي جلوكوز بالجلوكونيوجينيسيس او ممكن يبعته للدم ويروح للليفر ويعمل ايه جلوكونيوجينيسيس في الليفر. نفس القصه تقريبا بالظبط، بس البايروفيت بدل ما يتحول للاكتيت هيتحول لايه؟ لالانين. ازاي؟ بحاجه اسمها ترانس امينيشن، مش موضوعنا دلوقتي خالص. المهم انه بيتحول لايه؟ لالانين. الالانين ده هيمشي في الدم ويروح للليفر، بعد كده نعمل ايه؟ ترانس امينيشن برضه ونطلع يوريا. ما علينا، بنرجعه البايروفيت ومن بايروفيت نرجع جلوكوز بالجلوكونيوجينيسيس عادي خالص. تمام. يبقى احنا هنا عملنا ايه؟ خلصنا العضله من البايروفيت او من اللاكتيت بطرق، انت ممكن تجيب يعني لو العضله فيها لاكتيت كتير نرجعه بايروفيت ويمشي في الانين. خلصنا العضله من الفضلات اللي عندها ووديناها الليفر، الليفر عمل بيها ايه؟ عمل بيها جلوكوز جديد خالص، عمل بيها ايه؟ جلوكوز جديد للجسم كله. تمام. يبقى هيقول لك ايه؟ if pyruvic acid in muscles changes to alanine by transamination، بالايه؟ بالترانسامينيشن. it goes to the blood then to the liver where alanine is changed again to pyruvic by a transamination تاني. يبقى عملنا transamination في المصل وعملنا transamination فين؟ في الليفر. بعد كده هنعمل ايه؟ gluconeogenesis. الالانين هيدي جلوكوز او البايروفيت يعني هيدي جلوكوز which diffuses من الليفر للعضله او لاي جسم، لاي حته تانيه في الجسم. تمام. دي كده الجلوكوز الانين سايكل. طيب تيك هوم مسجز اللي هي ايه الخلاصه بتاعت الكلام. اول حاجه جلوكونيوجينيسيس مهمه في تصنيع الجلوكوز، جلوكوز برودكشن فروم نون كربوهيدرات سورسز، مصادر غير الكربوهيدرات ديورنج ايه الفاست. تمام. اللاكتيت والجليسرول والجلوكوجينيك امينو اسيدز هم دول الميجر جلوكونيوجينيك سورسز. تمام. جلوكونيوجينيسيس از نوت ا سمبل ريفرسال، ما احناش بنمشي ايه الطريق مش رايح راجع واحنا رجعنا كده خلاص، لا احنا اضطرينا نجيب اربع رياكشنات جداد عشان نعكس ثلاثه الريفرسبل رياكشنز. تمام. جلوكونيوجينيسيس وجلايكوليسيس ريسيبروكالي كنترول، دي يعني ايه؟ يعني احنا بنزود ده نقلل ده، نقلل ده نزود ده، في ايه؟ في بينهم وزنيه عشان نعمل بالانس في الايه؟ في الجلوكوز ميتابوليزم. طيب جلوكونيوجينيسيس دي عملية بتستهلك طاقة، it is mainly anabolic، بنبني بس بتستهلك طاقة، consumes ATP عشان نصنع الجلوكوز. يبقى الجلوكونيوجينيسيس بنستعمله في ايه؟ في حالة الاضطرار، لما يكون مفيش جلوكوز بنصنع جلوكوز بس ايه؟ بنستهلك فيها طاقة. احنا كده خلصنا الجلوكونيوجينيسيس، ان شاء الله هوقف هنا واقول الجلوكوجين، هرجع الجلوكونيوجينيسيس بالصورة الجميلة دي، وبعد كده نخش في الايه؟ في الجلوكوجين. تمام؟
تمام، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.